حماية العنصر البشري، يعني في الأوراش ديال العمل ديالكم، إضافة إلى الأرباب ديال العمل المشغلين، هما ملزمين على أنهم يوفروا واحد الشروط الصحية، واحد توفير الوسائل ديال الوقاية. إذا هذا اليوم الدراسي التحسيسي لفائدة الحرفيين على حول السلامة المهنية هو كيجي في إطار سياق انفتاح الجمعيات المنظمة لهذا النشاط لانفتاحها على شريحة مهمة في المجتمع اللي هي شريحة المهنيين والحرفيين والصناع التقليدي. هذا الانفتاح جاء من أجل رفع الوعي الصحي والوقائي لدى هذه الشريحة. إن شاء الله كما قلت هذه حملة، هذه ماشي يوم دراسي فيه غير يوم وانتهى، بل هناك حملة مستمرة إن شاء الله تنسق مع الجمعيات اللي منظمها هذا النشاط. غادي يكون في المستقبل إن شاء الله حملات تحسيسية لفائدة المهنيين والحرفيين.